من الحركة الشعبية لإنقاذ الأزواد وأحد المقربين من المفاوضين. سيدي أهلا بك. إذا بعد سنتين من الاعتقال، يعني كيف تمت عملية الإفراج عن الرهائن الدبلوماسيين؟ نحن كحركات في المنطقة أو كالحركة حاليا، الحركة العربية السابقة والحركة الشعبية لإنقاذ الزواج حاليا، قبل رمضان بعثنا برسالة شديدة اللهجة للخاطفين المتأثرين في عصابة المخدرات والاتحاد التوحيد والجهاد في غرب افريقيا المدعمين من دول إقليمية. بعدنا رسالة شريط اللهجة بأنهم يطلقوا سراح الجزائري، لأن من يختطف الجزائريين لا مكان له في أرض زوار. لذلك وهذه رسالة ترجمناها من خلال تحسيس القبائل وتحسيس سكان المنطقة من هذو الناس، راهم يحتجزوا مواطن، لأن نحن نعتبر أنفسنا جالية جزائرية في شمال مالي، ولسنا مستعدين لقبول أي من يزور الجزائر سرقة في الهواء بالمرفر أيا كان، سواء كان إسلامي أو مخدراتي أو سميه ما شئت. ولذلك هذه الرسالة كانت واضحة، وقلنا لهم أننا هذه مرحلة أولية، والمرحلة الثانية ستتخذ خطوات وحدين أخرين. وبعد هذه الرسالة أدت يعني تلك الاتصالات، وأدت تلك الكونتاكت اللي درناهم معهم، أدت إلى 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 هذه الخطوة. هذه الخطوة نحن نعرف من هذول الجزائريين، الإطارات الجزائرية اللي كانوا مأخوذين عند هذول المختطفين اللي نسميهم لناركو ترافيكا، هما مجاوة توحيد الجهاد في غرب افريقيا، كانوا محل مساومة. نعم. كانوا يريدون من الدول الجزائرية ان تعطي لهم مكانة او تأخذ لهم ان يأخذ لهم كلف، فنحن قلنا لهم بان الدول الجزائرية دولة مؤسسات لا. نعم. تأخذ لديها مبادئ، لا تتعامل مع الإرهابيين ولا تتعامل مع الإرهابيين. السيد ناجي، رسالة واضحة لديهم. نعم السيد ناجي، في ذات الموضوع، الحكومة الجزائرية أكدت أنها لم تدفع أي فدية مقابل عملية إطلاق سراح الدبلوماسيين، هل تؤكدون بأن إطلاق سراح الرهائن والدبلوماسيين الجزائريين لم يكن مقابل فدية أو حتى تنازلات؟ أؤكد لك بأنها لم تكن أي هناك لا فدية ولا تسهيلات ولا مساومة، ولا الصورة كانت واضحة عند المختطفين، إما تسلموا تتنازلوا عن فعلكم هذا أو سنتخذ خطوات واحدة أخرى. يعني الجزائر عند يكون في بالك سيدي، الجزائر عندها عدة أوراق لم تستعملها ضد هذا المختطفين، عندها أوراق شعبية لا بأس بها في المنطقة، عندها أوراق لبارتنر كما نقول، يعني شركاء لها في المنطقة أساسيين يمثلوها، بالإضافة إلى جاليتها الواسعة في 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 الولايات الثلاثة اللي هما طنبكتو وكيدال. عندها أوراق تقدر تستعملها ضدهم. قالت لهم جوج خيارات، إما ننتقل الخيار الأول الزوج أو نساقطلها، أو يعني تطلقوا صراحة هذو الإطارات في هذه المرحلة، أو ننتقل لمرحلة أخرى. فهم اختاروا أن ينهوا هذه المرحلة بالمرحلة الأخرى، اختاروا لأنهم شافوا داروا إيزون في لير أناليز، شافوا بالرغم قد يمشوا بعيد، غادي يعني تكون الفاتورة مكلفة بزاف لهم، فاختاروا يستجابوا الأمر الواقع. سيد ناجي، سؤال أخير، كيف هي الحالة الصحية الآن للدبلوماسيين الجزائريين المفرج عنهم؟ حسب ما وردنا بأن صحتهم على ما يرام، حسب ما أنهم على في صحة جيدة، هذا ما أستطيع قوله. ما وردنا. شكرا لك سيد ناجي العربي على كل هذه التفاصيل. العفو. صحيح العفو. شكرا لك. إلى موضوع آخر الآن، حيث تحطمت طائرة من نوع أنتونوف 12 مسجلة